والاحتجاج للاحتجاج على مذبحة المخا، نظم أبناء المدينة وموزع وقفة احتجاجية على الصمت الذي قوبلت به الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها خيرة المهندسين من أو في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية إثر الغارة التي استهدفت المدينة السكنية. المئات من أبناء مدينة المخا ومديرية موزع ينظمون وقفة احتجاجية للفاجعة الإنسانية التي ارتكبتها قوات العدوان السعودي وحلفائها في مدينة المخا عند قصفهم للمدينة السكنية الخاصة بموظفي محطة توليد الطاقة الكهربائية هناك. صامدون صامدون، ولن نتراجع ولن نتراجع على أرضنا حتى نقهر الأعداء مهما كانوا. أنت لها الأماني وأنت لها الدقائق والثواني، حبيب الشعب أنت لها أبا من الأعماق أهديك التهاني، وأهدافك يا أبو حمد تجلت به صدقا لها أصل المعاني. حماك الله حماك الله حماك الله بالقرآن يوما واتبع المثاني. جريمة ارتكبتها القوات المعتدية راح ضحيتها أكثر من 360 مدنيا بين قتيل وجريح، لا ذنب لهم إلا أنهم يمنيين لا يحملون الحقد لأحد ولا السلاح سوى العلم الذي أناروا به محافظة تعز ومناطق أخرى من أرض الوطن.